بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، في هذا اليوم الطيب المبارك يوم الجمعة تستقبل مديرية أوقاف الأقصر الدفعة 9 من لحوم صكوك الأضاحي بما يقرب من 2 طن، وبذلك تكون مديرية أوقاف الأقصر قد استقبلت ما يقرب من 34 طن. تصل وزارة الأوقاف إلى مديرية أوقاف الأقصر الدفعة 10 من لحوم صكوك الأضاحي. وصل اليوم إلى مديرية أوقاف سوهاج اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2020 الدفعة 15 من لحوم صكوك الأضاحي. عدد الأطفال ليصل عدد الأطفال التي وصلت إلى مديرية أوقاف سوهاج 58 طن من لحوم صكوك الأضاحي. اليوم الجمعة الموافق 15 من شهر أكتوبر لعام 21 استلمت مديرية أوقاف هنا 100 من لحوم الأضاحي وقدرها 4 طن.